السجن الدولي ولا التسكيك الدولي السلطات العسكرية والوطني للمجتمع المدني فعاليات المجتمع المدني أسرة الأعلام. هو الله الخالق لولا اسماء اليوم رانا ننتظر منهم تحقيق نتائج إيجابية في جميع المجالات وخاصة في بعث الحركة الاقتصادية، والأمر سهل هنا بالنسبة للوالي، كلهم مقتنعون بهذا، كلهم على بالهم بلي الثروة الحقيقية هذه هي خلق فرص العمل وخلق ما يمكن بلدياتنا من كذلك للاستمرار إلى ما هو إلى يعني المضي إلى الأمام مستغلين إذن هذه الثروات المتواجدة. الثروة الأساسية الماء، وكيكون الماء تكون الحياة وتكون التنمية ويكون الانتعاش الاقتصادي. هدفنا ضمان للمواطن الحياة الكريمة.